السلام عليكم، انا نيلي حامد، جاية اتكلم معاكم النهاردة ازاي ان احنا نحجز رحلات عن طريق السكايب، ازاي نقابل فصول تانية، ازاي ان احنا نعمل رحلات جوه متحف وهكذا من خلال موقع مايكروسوفت اللي هو الإديوكيتر كوميونيتي. اول حاجة انت بتبدأ تفتح اي براوزر وتكتب عليه education.microsoft.com، وبعد كده تبدأ ان انت تعمل ساين ان. انت عندك طريقتين ان انت تعمل بيوم ساين ان، يا اما تعمل ساين ان بالاوفيس 365 او تعمل ساين ان بالهوت ميل. الاوفيس 365 الفرق ما بينهم ان هو دون الايميل بتاع الوزارة او الايميل بتاع المدرسة بتاعتك. لو ما عندكش ممكن تعمل ساين ان عادي فور فري بالاكاونت بتاع الهوت ميل. لما بتدوس على اوفيس 365 بيبدا ان هو يفتح لك صفحه تملى البيانات بتاعتك فيها. اهم حاجه لازم تتاكد ان الكانتري دي انت بتختار كلمه ايجيبت. طب احنا ليه بنختار كلمه ايجيبت؟ حتى لو انت من بره مصر، يعني انت لو حتى مش مصري بس عايش جوه مصر، علشان هو بيجيب لك لما تيجي تحجز سكايب لو في فروق توقيت ما بينك وما بين البلد التانية، هو بيجيب لك بتوقيت البلد اللي انت كاتبها في الساين اب. بعد كده بتخلص كل البيانات وبعد كده بتكتب جوين كوميونيتي. اهم حاجة لازم يكون اسمك ظاهر هنا في اليمين. لما اسمك يظهر هنا في اليمين يبقى انت كده عملت الساين اب بطريقة صحيحة. ونبدأ ندخل على الخطوة اللي بعد كده. انا دلوقتي عاوز اعرف الانواع بتاعت السكايب. هتلاقي هنا في فوق في حاجة اسمها سكايب ان ذا كلاس روم، لما بتضغط عليها بينزل لك المينيو. في عندنا مكانين عشان هما خمس انواع من سكايب. اول حاجة كونكت ويز اكسبرت، انا عندي اول حاجة فيها الفيرتشوال فيلد تريب. الفيرتشوال فيلد تريب دي انت بتحجز رحلة داخل متحف او داخل حديقة حيوانات او داخل معهد احياء بحرية او داخل معمل او اي حاجة. ده ما بيكونش مدرس، ده بيكون خبير في المجال اللي انت بتحجز فيه وبياخدك بكاميرا لايف، بيمررك في المكان اللي هو بيشتغل فيه اللي انت حجزته، وبيبدأ يفرجك واحدة واحدة على المكان ويديك معلومات عنه، ويسيب لك فرصة في الاخر للطلبة بتوعك ان هم يسألوه اسئلة اللي هم عاوزينها. طيب انا مثلا هنا لازم تخلي بالكو انت ازاي تختار الفيديو الكويس. بتلاقي هنا تحت فيه عدد الفيورز، يعني هنا مثلا 1000 فيورز، اللي بعده هنا في 2000 فيورز، هنا واحد، هنا 3000 فيورز، وهكذا، هنا 6000، 3000، هنا 20000، طيب وهنا 34000. طيب انت دلوقتي بتقيم على حسب برضو لو انت حابب على عدد الفيورز او تشوف الكومنتس بتاعت الناس عشان تشوف الرحلة دي كانت ممتعة بالنسبة لهم ولا لا. طيب انا عاوز اعرف تفاصيل اكتر عن الرحلة، بعلم عليها وادخل وبدوس علشان ادخل اعرف معلومات اكتر. لما بتدوس بتلاقي كل حاجة موجودة هنا في الصفحة دي، بتلاقي learning objectives، بتلاقي الايج، بتلاقي الكاتيجوري اللي هو اللي يصلح للموضوع ده، اللغة اللي هو هيتكلم بيها، ومعلومات اكتر عن الموضوع. لما تنزل تحت بيوريك صور من الحاجات اللي انت هتشوفها بطريقة فعلية جوه الرحلة. زي ما انتوا شايفين كده في الصورة، هو هنا راجل ماشي بسماعات وماشي بكاميرا وبيوريكوا كل حاجة موجودة في اللي هي الزودي، ويبدأ هو سمعكوا والطلبة كمان سمعينه، ويبدأ ان هو يتكلم معاهم. طيب انا لو عجبتني الصور وعجبتني شكل الجولة وحسيت ان هي هتبقى جولة مفيدة، ببدأ ان انا ادور على المربع ده اللي مكتوب جواه ريكوست. لما بدوس على كلمة ريكوست بيدخلني بعد كده على الصفحة او الكالندر بتاعته اللي هقدر ان انا احجز معاه فيه. لو انا جيت دوست يعني هنا مثلا في اليوم ده في الشهر ده هو مش افيلبل، لو هو افيلبل هنلاقي اللون الاخضر ده متاكتف. طيب هو مش ما ينفعش ان احنا نحجز معاه عشان هو ما عندوش في الفترة دي اوقات مناسبة. طيب انا هطلع مثلا واختار حد تاني.
بحيث ان احنا نشوف ازاي طريقة الحجز. هختار مثلا حد عدد الفيورز بتاعته كبير، مثلا ده برضو بلاقي كل حاجة خاصة بالرحلة، وساعات بيبقى فيه ناس حاطين فيديوهات علشان يوروكوا انتوا بالظبط هتشوفوا ايه، وهو دي دول الاشخاص اللي انتوا بتتكلموا معاهم واللي الطلبة بيبدأوا ان هم يتناقشوا معاهم. طبعا الرحلات دي ما بتكونش فيديوز ولا بتكون صور بتتعرض، دي بتبقى حاجة تور لايف، رحلة واقعية من قلب الحدث. طيب هنا هنحاول ان احنا نبعت له، هنا بيفتح لي بدل الكالندر، هو قافل الكالندر بتاعته، بيفتح لي هنا بيقول لي حط مسج واعمل سند وهو هيرد عليك بالموافقة او مش بالموافقة، ولازم ترد على الاسئلة دي، العمر بتاع الستودنت والحاجات اللي هم نفسهم يشوفوها، بتجاوب على الاسئلة دي وبتبعت له بتقول له سند، وهو بيروح له وبيبدأ ان هو يخطبك لو هيعمل معاك الجولة. دي الحجز بتاع الرحلة اللي هي virtual field trip. طيب بعد كده في عندي Skype lesson. السكايب ليسون دي الفرق ما بينها، يعني لو فتحت تاني الفرق ما بين سكايب ليسون والجست سبيكر، ان السكايب ليسون ده بيبقى تيتشر بيدخل لوحده مع طلاب من دولة تانية. طيب هو ليه مدرس هيدخل لوحده من غير الطلبة بتوعه؟ علشان احنا عندنا في فروق توقيت، يعني انا مثلا ما اقدرش ان انا ادخل اتكلم مع فصل في امريكا ولا في كندا عشان فروق التوقيت ما بيننا وما بينهم كبيرة جدا. فبيحصل ايه؟ ان انا باجي بستضيف مدرس من امريكا او من كندا، لو انا بدرس الثقافة او الاثار اللي موجودة في امريكا او في كندا، وببدأ ان انا احجز معاه انه يجي يتكلم مع الطلبة بتوعي، و الطلبة بتوعي يبدأوا ان هم يسألوه على الحاجات اللي هم بيدرسوها في المنهج ده، بالنسبة علشان فروق التوقيت. طب احجز معاه ازاي؟ في اهو ناس حاطين ليسون كتير لنفسهم على الموقع، بتبدأ ان انت برضو بتدخل على شخص شخص وبتقيم برضو من على حسب عدد الفيورز، فانا شايفة ان ده عدد الفيورز كبير، هندخل عليه ونبدأ برضو نفس الحكاية learning objectives، وهنشوف الايج والكاتيجوري واللانجوج اللي هيتكلم بيها، وبعد كده واهو دي بيبقى حاطط بعض الداتا اللي هو هيتكلم عنها، وبعد كده دور برضو على المربع البيربل ده اللي هو مكتوب عليه request. لما بدوس على المربع اللي مكتوب عليه request بيبدأ برضو يفتح لي صفحة ان انا بجاوب على الاسئلة وبعمل سند، وهو بيبدأ ان هو يتواصل معايا سواء بالموافقة او بالرفض. طيب اما الجست سبيكر ده ايه؟ ده برضو فرد واحد بيدخل لوحده، ولكن المرة دي الجست سبيكر ده ما بيبقاش مدرس خالص، ولكن بيكون بيشتغل في مهنة معينة، يعني كاتب او عالم او اي حد في اي مجال انت عاوز ان انت يجي يدخل ويتكلم عن المجال بتاعه، ازاي ان هو قدر يوصل للمكانة دي، ازاي ان هو قدر يشتغل الشغلانة دي، وهكذا. وكل واحد بيبقى كاتب السيرة الذاتية بتاعته وهو بيتكلم عن ايه، وبيبقى هنا عدد الساعات اللي هي behind you او اللي هي يعني فروق التوقيت ما بينك وما بينه. لو انا دخلت مثلا على كيفن هنا علشان اشوف برضو السيرة الذاتية بتاعته والكالندر بتاعته، وهدور برضو على المربع البيربل ده اللي هو request a guest speaking، وهدور ادي دي المواعيد لما انا كنت بكلمكم على الافيلابيليتي، هنا دون هنا افيلابل في الاوقات الخضراء، لو جيت دوست هنا بختار الوقت المناسب ليا كده مثلا، وبعد كده طبعا التوقيتات كلها بتبقى جايه بتوقيت بلدك انت مش بتوقيت بلده هو، علشان كده انا قلت لكم في الاول في الساين ان لازم تختاروا كلمه ايجيبت عشان فرق التوقيت، وبعد كده تعمل له ريكويست اسيشن بيروح له بقى، وبعد كده لو انت عاوز تبعت له مسج بتكتب له مسج وخلاص، بتستنى الرد بتاعه لما يجي سواء بالموافقه او مش بالموافقه. وعلى فكره انتوا تقدروا تتواصلوا معاه من خلال هنا حاطط اهو الفيسبوك بتاعه، او من خلال تويتر، او من خلال لينكدين، يعني تقدروا تتواصلوا معاه من كذا مكان، سواء الادوكيتور كوميونيتي، من خلال الفيسبوك، من خلال اي مكان تاني.
طيب السكايب ان ذا كلاس روم برضو هنرجع لها تاني، ونروح بقى احنا خلصنا كونكت ويز اكسبرت، هندخل على كونكت ويز كلاس رومز. اول حاجة فيها اللي هي الميستري سكايب. الميستري سكايب دي لعبة لطيفة بيلعبوها الاولاد مع بعض، ان احنا بنخبي على الولاد هم هيكلموا بلد ايه، ويبداوا يسالوا بعض عند اللقاء، يبداوا ان هم يسالوا بعض اسئله بتحتمل الاجابه بيس اور نو، بس ما ينفعش انها تبقى اسئله مقاليه، السؤال من الدوله دي وسؤال من الدوله دي، لحد ما يقدروا ان هم يتوصلوا لاسم البلد، ولا سلام لو كان معاهم قدامهم خريطه تساعدهم لاكتشاف البلد دي. وبتبقى لعبه لطيفه جدا و بيحبوها جدا الاولاد، بنستخدمها مع الاليمنتري او الابتدائي، وبنستخدمها برضو مع اللغات اللي هي اللغه الثانيه زي الفرنش زي الجيرمان، علشان ما بيكونوش عندهم اللغه الكافيه ان هم يعملوا برزنتيشن، فبنلعب اللعبه دي اللي هي بتبقى اسئله محضره مسبقا. بعد كده هندخل على سكايب كولابوريشن. السكايب كولابوريشن دي بتبقى عبارة عن ان اتنين مدرسين بيتفقوا مع بعض ان هم يتكلموا على توبيك معين، ويبدأوا الطلبة في الدولتين يحضروا برزنتيشن، وبعد كده يعملوا على باوربوينت مثلا، ويعملوا بعد كده شير للسكرين من خلال السكايب، ويعرضوا البرزنتيشن بتاعتهم على بعض. كده احنا خلصنا كل الانواع بتاعت السكايب. اشوفكم على خير ان شاء الله.